السلام عليكم خاوتي، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية إن شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم دوام الصيام والقيام. الأسعار تاع اليوم خاوتي كما قلنا في الفيديو اللي فات أسعار من 60 80 مليون، والفيديو الجاي بإذن الله إن شاء الله راه يكون أسعار من 70 حتى 150 مليون إن شاء الله. برك تكونوا في الموعد إن شاء الله. بصح خاوتي كالعادة ما تبخلوش علينا خاوتي بإشتراك القناة، فعلوا لنا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما نطولوش عليكم ونبداو على بركة الله. عندنا خوتي اول سيارة معنا من علامة شيفرولي اوبترا 5 بورت 2006، هذه يا خوتي بنزين بمحرك 1.6 ايسونس 109 شوفو. هذه الرمادية خوتي راهي ماشية 260 الف. المعاود راه يقول لكم فيها دو بارشوك في الكابو، يديروا توش خفاف، والموتور اخوتي في حاله جيده. السعر تاعها اخوتي 70 مليون. وسيد من قسنطينه من الخروب بالضبط. وعندنا خوتي تاني سيارة معنا من علامة رونو سيمبول اني 2009، هذه خوتي بنزين بمحرك 1.4 ايسونس 75 شوفو. هذه الرمادية خوتي راهي ماشية 330 الف. المعاود راه يقول لكم فيها فوال، الشوك ما كانش، الموتور مريفيزي، لا توتا خوتي، الكليماتيزور حبس. السعر تاع خوتي 65 مليون. السيد من عنابة بالضبط من الحجار. وعندنا خوتي هاد الاودي اونسيا اني 2004، هادي يا خوتي مازوت بمحرك 2.0 تي دي 140 شوفو، هادي لعبة سرعة يدوية. هاد البلو خوتي فيها موتور ماشي 230 الف. للمزيد من الاستفسارات نومر في صندوق الوصف في الاول تعليق. السعر تاع خوتي 50 مليون. السيد من الجي بالضبط بني مسوس. ونرجعوا خوتي للعلامات الفرنسية، عندنا رونو كليو 3 اني 2009، هذه خوتي بنزين بمحرك 1.2 ايسونس 75 شوفو. هاد النوار فيها موتور ماشي 280 الف. راه يقول لكم اخوتي السياره راهي على قصاص دراهمها، فيها بانتورا تاع النقاوه، والموتور والسسبونسيون ما شاء الله. السعر تاع اخوتي 75 مليون. السيد من وهران بالضبط. وعندنا خاوتي هاد الفورد فوكس 4 بورت اني 2009، هادي مازوت بمحرك 1.8 دي سي 115 شوفو، ديرا فيها موتور ماشي 73 الف. المعاود راه يقول لكم فيها سوباسمو وموتور تاع هذا اللي ماشي 73 الف. السعر تاع خاوتي 75 مليون. السيد من الجي بالضبط من درارية. وعندنا خوتي هاد الفيات بونتو اني 2007، هادي مازوت بمحرك 1.4 دي سي 75 شوفو، هاد النوار فيها موتور ماشي 300 الف. المعاود راه يقول لكم فيها سبيغا في الباب. السعر تاع خوتي 69 مليون. السيد خوتي من الجي بالضبط من وادي السمار. عندنا خوتي هاد الزوتي كومفورت اني 2012، هادي بنزين بمحرك 1.3 تي دي اي 73 شوفو، هاد البلونش فيها موتور ماشي 164 الف. للمزيد من الاستفسارات نومر في صندوق الوصف في الاول تعليق. السعر تاع خوتي 70 مليون.
السيد من الجي بالضبط من العاشور. وعندنا خوتي بيجو 206 اني 2007، هادي بنزين بمحرك 1.4 ايسونس 75 شوفو. هاد الرمادي يا خوتي راهي فيها موتور ماشي 370 الف. هاي يقولكم السيارة راهي عائلية، فيها فوال على النظافة، الموتور محطوط جديد، البنوات جدد، السسبونسيو في حالة جيدة. السعر تاعها خوتي 57 مليون. السيد من الصطيف بالضبط من عين الكبيرة. وعندنا خوتي هاد البريليونس اني 2012، هادي بنزين بمحرك 1.5 ايسونس 95 شوفو. هادي البلونش فيها موتور ماشي 220 الف. السيارة راح يقولكم ما شاء الله، ما سخن ما تنقص زيت، فيها دو بارشوك مسبوغين، زوج بيبان فيهم الماستيك، المحرك ما شاء الله روح وين حبيت. السعر تاعها خوتي 75 مليون. السيد من قسنطينة بالضبط. وعندنا خاوتي هاد الجيلي سيدان اني 2013، هادي بنزين بمحرك 1.5 ايسونس 95 شوفو. هاد الرمادية خاوتي راهي ماشية 230 الف. المعاود النوامر في اول تعليق ولا في صندوق الوصف، السيد ما كتب والو. السعر تاع خاوتي 80 مليون. السيد من ام البواقي بالضبط. وكاين اخوتي هاد الهيونداي اتوس اني 2011، هادي بنزين بمحرك 1.1 ايسونس 63 شوفو. هاد الرمادي اخوتي فيها موتور ماشي 224 الف. السعر تاع اخوتي 75 مليون. السيد من البويرة بالضبط. نبقاو خاوتي مع الهيونداي، عندنا هيونداي اكسنس اني 2004، هادي بنزين بمحرك 1.5 ايسونس 91 شوفو. هاد البلونش خاوتي راه فيها موتور ماشي 300 الف. المعاود راه يقولكم السيارة نقية ما فيهاش لابانتور، كلش يمشي. السعر تاعها خاوتي 70 مليون. السيد اخوتي من المسيلة بالضبط من حمام الضلعة. هو معنا اخوتي هذا السوزوكي سويفت اني 2005، هذه بنزين بمحرك 1.3 94 شوفو. هذا الرمادي اخوتي فيها موتور ماشي 300 الف. راه يقول لكم ماشي اكسيدونتي، السياره ما فيهاش الماستيك، لا بانتور فيها شويه في الباب، ايدي ولا المرشوشين. السعر تاع خوتي 72 مليون. السيدة خوتي من الأغواط بالضبط.